شهدت أحداث ثورة 30 من يونيو عام 2014 تجلي عقيدة القوات المسلحة الراسخة في الحفاظ على مقدرات الوطن، حيث لبت نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية. تضحية المصريين أمام إرهاب الجماعة الإخوانية لم تتوقف على رجال الجيش والشرطة، بل كانت وساما على صدر العديد من أبناء الشعب المصري. 30 من يونيو، ثورة استعادت الهوية من جماعة إرهابية راهنت خطأ على عدم وعي المصريين بمصلحة بلادهم. وخلال أحداث الثورة لم يبخل المصريون بغال أو نفيس من أجل وطنهم، وفي المقدمة جناحا الأمة، رجال القوات المسلحة وشرطة. وتجلت عقيدة القوات المسلحة الراسخة في ثورة 30 من يونيو في الحفاظ على مقدرات الوطن، ولبت نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية. وقامت القوات المسلحة بدحر الإرهاب وتمشيط بؤر التنظيمات الإرهابية لتطهيرها من العناصر الإجرامية، خاصة في سيناء. وقدمت القوات المسلحة والشرطة المدنية مئات الشهداء والمصابين من أجل استقرار الوطن وإعادة السيطرة. تضحيات المصريين أمام إرهاب الجماعة الإخوانية لم يتوقف على رجال الجيش والشرطة فقط، بل كانت وساماً على صدر العديد من أبناء الشعب المصري، خاصة من أبناء سيناء، الذي لا يمكن لأحد أن ينسى الحادث الدموي البشع في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 350 شهيداً داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة، أو تنفيذ سلسلة من الاغتيالات مثل النائب العام الراحل هشام بركات من أجل إرهاب العدالة لعدم اتخاذ أحكام قضائية ضد قادة الجماعة الإرهابية. وقدمت القوات المسلحة والشرطة عدداً من خيرة أبطالهما فداءً للوطن. سطر الشعب المصري في كتب التاريخ صفحات مشرقة تقود الأجيال إلى درب البطولة والتضحية والفداء، ليسير عليها بخطى واثقة نحو تحقيق الأمل والتنمية المستدامة وحلم الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل مصري.